ونقول من تاني اللاشز مع البوزيشن. المرة اللي فاتت تقريبا انا كنت قافل الصوت وانا بتكلم، فالمرة دي يعني يا رب تكون سامعني. ممكن نعمل اختبار صوت الاول. 1 2 3 echo، سامعني؟ طيب نقول من تاني اللاشز مع البوزيشن. احنا اتكلمنا عن الكونجنتال والانفلاماتوري ديزيز في الفيديوهات اللي فاتت، هنبدأ نتكلم عن المالبوزيشنز، وهي دي اهم حاجة على فكرة في تشابتر الايلاد، واللاد مالبوزيشنز هي المهمة، لكن اللاشز مالبوزيشن هنشوفها سواء كبيور ديزيز او ككومبليكيشنز من اذر ديزيز. اللي هي 3 كيسز، احنا عارفين النورمال بوزيشن اوف لاشز اصلا ايه. النورمال بوزيشن اوف لاشز ان هي تكون ماشيه away from the eye pole، فالابر ليد لاشز هتبقى ماشيه downward and forward، واللور ليد لاشز هتبقى ماشيه upward and forward. لو حصل مال دايركشن ليها بطبيعه الحال هتبقى rubbing against the eyeball، rubbing against the conjunctiva and the cornea. Will two structures there are very sensitive. They are covered by epithelium which is non-keratinized. مش زي الابيثيليوم بتاع السكن اللي هو كيراتينايز، فمفيش طبقه تحميهم. وبالتالي هتعمل لنا مشاكل في الكونجكتيفا والكورنيا. طب ايه اللي يخلي اللاشز تعكس البوزيشن بتاعها؟ وخلي بالك ان الابنورمالي دايركتد لاشز دي arising from its normal origin، لانها لو arising from abnormal origin ده distichiasis، ده مرض تاني. النورمال اوريجن بتاعها منين؟ اللاش لاين اللي هو من الانتيريور بوردر اوف anterior border of the lid margin. انما لو arising from the posterior border of the lid margin، من عند الwhite line اللي هو الطال اللي هو اللي عنده الorifices of meibomian gland، ده حاجه تانية اسمها distichiasis. قد يكون التريكيزس ده primary، ملوش سبب واضح ايه اللي خلى اللاشز تغير اتجاهها، وده مش common. الكومن ان هو يبقى secondary لاذر ديزيز، اشهرهم طبعا البليفرايتس والانتروبيون. البليفرايتس من الكرونيك انفلاميشن ان ذا ليد مارجن، زي ما شفنا ممكن الفايبروزس يقوم مخلي اللاشز رجع لورا، او الفايبروز ده قد يكون له علاقه باذر سيكاتريشال ديزيز افكتنج السكن مش انفلاماتوري ديزيز. والاشهر اللي هو الانتروبيون، ان يكون المال دايركتد لاشز هي ماشيه في اتجاهها الطبيعي، بس اللي خلاها تبقى rubbing against the eyeball ان الليد كله قلب لجوه في الانتروبيون زي ما هنشوف. كلينيكالي نفرق ازاي ما بين الانتروبيون والتري كيسز؟ نشوف البوستيريور بوردر اوف ذا ليد مارجن. البوستيريور بوردر اوف ذا ليد مارجن اللي هو ده ذا شارب بوردر، انما الانتيريور بوردر بيبقى راوند بوردر. الشارب بوستيريور بوردر ده المفروض يبقى شاربلي كوابتد اوفر ذا اي بول، يبقى لازق على الاي بول وشاربلي كوابتد ليها، وده له اهميه في الدرينج اوف ذا تير فيلم زي ما هنشوف في اللاكريمال في الشابتر اللاكريمال. طيب لو انا بفحص العيان ولقيت البوستيريور بوردر ده مش شاربلي كوابتد على الجلوب، لقيته رولد ان، يبقى ده انتروبيون، وهيبقى معاه طبعا 3 كيسز لان الليد كله اتقلب لجوه. انما لو لقيت الشارب بوستيريور بوردر ده موجود في البوزيشن بتاعه نورمالي اوفر ذا اي بول، شاربلي كوابتد تو ذا اي بول، وجست ذا لاشز ار دايركتد باكوردز، يبقى ده 3 كيسز مش معاه انتروبيون. ليه فرق بينهم؟ لان العلاج هيختلف لو انتروبيون بس، لو 3 كيسز بس او انتروبيون عامل 3 كيسز. طيب ده اسبابه. العين هيجي يشتكي من ايه؟ تخيل انت في رموش عماله تحك في عينك، هتشتكي من فورين بودي سنسيشن. ولو عمل كمان كومبليكيشنز اوفر ذا كونجكتيفا او الكورنيا، هتشتكي بالسيمتومز الشهيره جدا بتاعه الكورنيا اللي هي اللاكريميشن والفوتوفوبيا. ده نتيجه ان الابيثيليوم اوفر ذا كورنيا بدا يقع وبدا يعمل اكسبوجر، يحصل اكسبوجر للكورنيال نيرفز، والكورنيا از هايلي انرفيتد اند فيري سنسيتيف، وبالتالي العيان هيحصل له لاكريميشن او فوتوفوبيا، ودي هنشوفها كتير قوي في تشابتر الكورنيا. الساينز اللي انت هتشوفها، هتشوف الابنورمالي دايركتد لاشز، لكن مهم جدا تكتب وتعرف وتشوف ان هي arising from its normal position عشان تفرقها عن الديستي كيزز، وممكن تشوف الكوز زي الانتروبيون او البليفرايتس. ده صوره نفرق التري كيزز من الديستي كيزز. لو شفنا الصوره دي احنا شادين الجفن شويه لفوق، وادي normal lashes طالعه من اللاش لاين، ادي اللاش لاين اللي هو most anteriorly، وادي الوايت لاين الموست posteriorly طالع منه الاوريفيسز بتاعت الميبوميان جلاند، وهنا زي ما انتم شايفين اللاشز طالعه من عند البوستيريور بوردر. ده ابنورمال بوزيشن، ده الديستيكيز، ده اكسترا رو اوف لاشز. وما بين اللاش لاين والوايت لاين في الجراي لاين اللي هو كورسبوندينج تو ذا سب ماسكولار سبيس.
انما ده التري كيسز هي طالعه من النورمال بوزيشن بتاعها لكن دايركتد باكورد. وزي ما انتم شايفين هنا الكومبليكيشنز اللي هي عملتها، شايفين الكونجكتيفا بقت عامله ازاي، بقت لونها ريد وكونجستد، والكورنيا نفسها حصل كورنيال فاسكولاريزيشن وكورنيال اوباسيتي، ده من الكومبليكيشنز بتاعتها. يبقى الكومبليكيشنز بتاعتها ايه؟ هتعمل روبنج للكونجكتيفا وللكورنيا، فهتعمل كونجكتيفايتس وهتعمل كيراتايتس او كورنيال ابريجنز او السرز وانفكشن اون توب. الكورنيا والكونجكتيفا هيعملوا هيحاولوا يقاوموا الموضوع ده ان هم يديفلوب طبقه كيراتين، تعمل هايبر بليزيا وكيراتينايزيشن، وده طبعا له مشاكله وهيعمل دراينس زي ما هنشوف في الكورسبوندينج تشابترز. طيب اعالجه ازاي؟ لو في كوز وعالجت السبب هيبطل العجب، لو عالجت البليفرايتس، لو عالجت الانتروبيون هيبطل العجب. لو هما شويه تيمبوري زي ما كان حلاق الصحه بيعمل زمان هيعمل لهم ابايليشن، يا لو عايز تيمبوري تريتمنت شدهم لغايه ما يبقى عندك وقت وتروح تكشف عند الدكتور. لكن الدكتور بقى هيعالجهم لك على اساس عددهم قد ايه. لو عددهم قليل فانا عندي وسائل بسيطه ان انا اعذبهم عن طريق الكهرباء او التجميد او الليزر. طالما عددهم قليل فهدوس اكهربهم اجمدهم الليزرهم. والفكرة إن أنا ما بعملش الطرق دي لو العدد كبير، لأن الطرق دي سواء الكهرباء أو التجميد أو الليزر بتعمل فايبروزس مكانها. وبالتالي لو كان عدد كبير، لو نفترض مثلا إن عندك 20 لاش عاملين تريكيزس وإنت كهربتهم كلهم، إنت نفسك هتعمل فايبروزس عند الليد مارجن وممكن تعمل انتروبيون بقى أو تزود التريكيزس ده. وبالتالي لو كان العدد قليل اللي هو غالبا أقل من 4، يعني 4 أو أقل يعني في الرينج ده، بعمل حاجه من الثلاث طرق دول اللي هي الالكتروليسيس، ورغم انها بيرمننت لكن هي مش بيرمننت قوي، مش 100% ممكن ترجع تاني. بعمل الالكتروليسيس ان انا بدخل الالكترود النيجاتيف بروب بتاع الالكترود والبوزيتيف بيبقى على السكن هنا لغايه الروت اوف ذا لاش عشان يعمل كيميكال ديناتوريشن للهير فوليكل دي، للهير فوليكل بروتين. وبعدين تقوم شادد اللاش بيطلع معاك زي سكينه في الحلاوه كده. لو انت بعد ما بتعمل الالكتروليسيس ده بتلاقي فروث طالع، فروث بابلز طالعه كده عند الليد مارجن نتيجه الكيميكال ديناتوريشن ده. وبعدين بتجيب ملقط فورسبس وتقوم شادد اللاش، لو لقيته بيطلع معاك بسهوله زي الشعره من العجين او السكينه في الحلاوه كده، يبقى كده فعلا الهير فوليكل دي ماتت. لو لقيتك وانت بتشد مازال بيشد معاك، يبقى لا الهير فوليكل دي ما ماتتش، اعمل تاني الكتروليسيس. بيتعمل يعني 30 ملي امبير فور 3 سكندز افريج. تاني طريقه ان انا اجمده، وسواء الكهربو او اجمده الكتروليسيس او كرايو ابلكيشن، الاثنين بتعمله اندر لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا يعني حقنه بحقنها هنا في الجفن. فين في الجفن؟ لو احنا فاكرين الاناتومي في السبماسكولار سبيس، عشان ده اللي فيه موست انرفيشن اوف ذا ايلد. بقوم عامل بدي اللوكال انستيزيا وبقوم جايب البروب الفريزنج بروب ماينس 60 ديجري سنتيجريد فور 30 سكندز. نفس الكلام ده بيموت اللاشز والهير فوليكلز، واقوم شاددها بتتشد معايا بسهوله لو فعلا الفوليكلز دي ماتت. الطريقه الثالثه ان انا اعمل لهم ليزر، ودي بتتعمل من غير انستيزيا خالص، بالارجون ليزر. ده بيعمل فوتو كواجيوليشن للهير فوليكلز زي ما انتم شايفين، دي السكارز بتاعت الارجون ليزر، وعدد هنا قليل بسيط، انما لو كترت العدد ده هيحصل انها فايبوزس وهتقوم قلبه اللاشز لجوه. يبقى لو هم عددهم قليل اكهربهم اجمدهم الايزرهم، هل ممكن يطلع تاني بعد الثلاث طرق دول؟ ممكن يطلع تاني. طيب لو عددهم كتير، طب لو طلعوا تاني برضه حسب عددهم، لو قليل هعيد نفس الكره يعني، او ممكن اغير مره كهرباء مره ليزر، انت ويعني شطارتك في التعذيب. طب لو عددهم كتير، لان الكتره تغلب الشجاعه بقى، مش هقدر عليهم بالطرق دي، لازم ادخل لهم بالمشروط. لو عددهم كبير بعمل لهم جراحه سيرجري، والسيرجري بتعتمد هم فين، هم في الابر ليد ولا في اللور ليد. لو في الابر ليد فان ميلينجن هو اللي يتدخل. دي صوره يعني، او مش صوره، ده رسمه للانتيرو اند بوستيرو لاميلي اوف ذا ايليد. واحنا عرفنا من الاناتومي ان الايليد بيتقسم لانتيرو لاميلي لاميلا including skin and muscle، وادي المسل زي هي الاوربيكولاريز، وبوستيرو لاميلا including the tarsus and the conjunctiva، ادي التارسس وجواها الميبوميان جلاند، وما بينهم اللي هو ال submuscular space. الانتيرو لاميلا هنا corresponding على الليد مارجن لللاش لاين،
والposterior space عند الليد مارجن بالوايت لاين وما بينهم السبماسكولار سبيس بالجراي لاين. طيب لو حصل مال دايركتد لاش هنا، وخلي بالك مال دايركتد لاش بس، انما البوستيرور بوردر اوف ذا ليد مارجن از شاربلي كوابتد على الاي بول، البوستيرور بوردر هنا مش رولد ان، مفيش انتروبيون، لان لو في انتروبيون مش هنفع اعمل فان ميلينجن. ده هو فان ميلينجن عمل ايه؟ فان ميلينجن جاب حته ميوكس ممبرين، بقل ميوكس ممبرين من بق العيان، وقام حاططها ما بين الانتيرور والبوستيرور لاميلا، عمل انسيجن في الجراي لاين وحط البقل ميوكس ممبرين. هو فان ميلينجن ده اصلا سرقها من مين؟ من محرم فؤاد. عارفين محرم فؤاد اما قال رمش عينه اللي جرحني؟ مين يا ناس يفصل ما بين، كان ما بين ايه؟ بيني وبينه. فمحرم فؤاد كان عايز حاجه تفصل ما بين ما بيني وبينه. فان ميلينجن اما سمع الاغنيه دي واستمخ منها، قال لك رمش عيني اللي جرحني، مش رمش عينه بقى، رمش عيني انا هو اللي جرحني، ومين يا ناس يفصل ما بين ما بينه وبيني؟ فجاب البكل ميوكس ميمبرين. وبالتالي هي اصلا لو كان محرم فؤاد عمل لها حقوق ملكيه فكريه كان سماها محرم فؤاد اوبريشن، مش فان ميلينجن اوبريشن. لكن فان ميلينجن لطشها منه وعمل فان ميلينجن اوبريشن، حط البكل ميوكس ميمبرين هنا زي ما هنشوف في الفيديو ده. ممكن نعلي الصوت برضو، ايوه الصوت على الاخر اهو. ده دكتور عادل عبد الشفيق بيشرح ازاي الفان ميلينجن اوبريشن دي اتعملت. Van Meulingen operation, where we make an incision in the gray line and we apply a mucous membrane graft in this incision. This is the site of the gray line. We make incision, we separate the skin and muscle in front from the tarsus behind. We get the mucous membrane graft, we suture it in this groove. Now, the skin and muscle in front are pushed away from the eye. The lashes are also pushed. طيب ده دكتور عادل عبد الشفيق عملها بكيس بلاستيك، انما فان ميلينجن كان عملها بالبكال ميوكس ميمبرين. طيب اي عمليه يا جماعه عندكم في الرمد مش مطلوب منكم الستبس بتاعتها، مش مطلوب منكم يعني هيتقول لكم في الامتحان ستبس اوف عمليه كذا 1 2 3، لا، مطلوب منك تعرف البرنسبل بتاعها، انا ليه بعمل العمليه دي، والانديكيشنز والكونترا انديكيشنز والكومبليكيشنز، يعني الستبس بس هي اللي مش مطلوبه، فاحنا كتر خيرنا يعني. يبقى احنا عرفنا البرنسبل بتاعها، ان انا بجيب حاجه تفصل ما بين او تبعد اللاشز دي عني، بحط باكل ميوكس ممبرين ان ذا جراي لاين تو ديسبليس ذا، هنا مال معلش، مال دايركتد لاشز اواي فروم ذا جلوب. الانديكيشنز بنعملها في 3 كيزز زي ما اتفقنا، بس مش اي 3 كيزز، 3 كيزز في الابر لاد. طب ليه ما بعملهاش في اللور لاد؟ زي ما انت شايف هنا انا بجيب باكل ميوكس ممبرين واحطها هنا. لو انت بصيت على عين اللي جنبك او بصيت على عينك في المرايه وانت راسك في البرايمري بوزيشن اللي هي لوكينج ستريت اهيد، هتلاقي ان انت شايف الليد مارجن اوف ذا لوور ليد بس مش الليد مارجن اوف ذا ابر ليد. لو بصيت على عينك تاني في المرايه هتشوف الليد مارجن اوف ذا لوور ليد بيبقى فيزيبل، انما الليد مارجن اوف ذا ابر ليد انفيزيبل. فتخيل لو انا جبت باكل ميوكس ممبرين وحطيتها في الليد مارجن اوف ذا لوور ليد كوزمتيكلي هتبقى فيري باد، مش هينفع. انما لو حطيتها في الابر ليد هي مستخبيه مش هتبان، فما ينفعش اعمل العمليه دي في اللوور ليد عشان كوزمتيكلي انكسبتبل. كمان ما ينفعش اعملها لو في انتروبيون، لان لو في انتروبيون هنا انا اصلا اللاش الليد كله مقلوب لجوه، وبالتالي لو حطيت حاجه هنا مش هتبعده عني، هو مازال مقلوب لجوه. يبقى الكونترا انديكيشنز في اللور لاد 3 كيزز وفي الكومباين 3 كيزز اند انتروبيون. طيب لو اللور لاد، لو اللور لاد ويبستر بقى هو اللي تدخل هنا وحط الميوكس ممبرين جرافت فين؟ في السلكة السبترسالز. لو فاكرين الاستراكشر اللي كان موجود هنا في التارسال كونجكتيفا اللي هو السلكة السبترسالز، هو حط الميوكس ممبرين جرافت هنا. طب هو حطها ليه يعني؟ يعني ايه اللي هتعمله هنا؟ بصوا هو ويبستر ده عمل العمليه دي في الكومبايند انتروبيون تريكيازس ان ذا لوور ليد. زي ما هنشوف في الانتروبيون في السيكاتريشال انتروبيون بالذات، لو بيبقى فيه فايبروزس في الكونجكتيفا هنا والكونجكتيفا بيحصل فيها شورتنينج وبتتقلب، بتقلب الجفن لجوه، فانا عايز اعمل لينثنينج، اطول الكونجكتيفا دي شويه، فبجيب باكل ميوكس ممبرين واحطها هنا تطول لي الكونجكتيفا تفردها، وبالتالي الجفن يتفرد تاني. ما حطيتهاش هنا في الجري لاين،
عشان كوزمتيكالي هتبقى نون اكسبتبل، لكن حط البوكال ميوكس ممبرين في السالكس سبترسيلز. الانديكيشنز في 3 كيسز، وعاده سيكاتريشال انتروبيون اوف ذا لوور لاد. يبقى في الجفن اللي فوق فان مالينجن، في الجفن اللي تحت ويبستر، واخيرا في عمليه اسمها زي بلاستي، ان انا بعمل ترانسبوزيشننج اوف ذا ليد سكين. وهسيبكم برضو مع دكتور عادل عبد الشفيق يوريكم ازاي بتتعمل. ليد بلاستي، وي ميك ان انسيجن ان ذا جراي لاين، انذر انسيجن اون ذا سكين سايد. This one is perpendicular to the tarsus. Then we join them with a Z. So the skin incision is perpendicular to the tarsus, while the gray line incision is parallel to the tarsus. Here we start by an incision in the gray line parallel to the tarsus. We separate the skin and muscle from the tarsus. Then we make another incision parallel to the first one on the skin side. But as you notice, this incision is perpendicular to the tarsus. So this is parallel to the tarsus in the gray line. This is on the skin side, perpendicular to the tarsus. To complete the Z, we make this incision. Now we have two triangles. Each is attached as its base to the rest of the tissues. We free these two triangles. Then we re-suture them by replacing their positions. The lower one will go up and the reverse is true. The upper one will go down. So where are the lashes? They are here. On doing this surgery, this is the shape of the Z. On replacing the two triangles, see where the lashes will be. Away from the lid margin. So this is the where the lashes are now after the surgery. This is the Z plasty for rubbing lashes. طبعا هي عملية عجيبة قوي، يعني انا ما لقيت لهاش فيديو الصراحة لايف، بس لو جبت لكم الفيديو ده ديمونستريشن ليها. ودي كده كانت اللاشز مال بوزيشن. هندخل بقى في التقيل المرة الجاية ان شاء الله في الليد مال بوزيشنز. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وارجو ان يكون الصوت واضح في الفيديو ده، ويسعدني متابعتكم، وان انتوا لو في اي اسئلة ابعتوها لي، وربنا يقدرني ان شاء الله ارد عليكم في اقرب وقت. أشوفكم على خير بإذن الله.